أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. تحركات إقليمية ودولية واسعة لمنع فشل مشاورات السلام اليمنية في الكويت. الحكومة توجه بمضاعفة الجهود الإغاثية والعمل على وقف تدهور الاقتصاد في البلاد. قوات الجيش والمقاومة تصد هجمات للميليشيا في الجوف وسقوط قتلى وجرحى. أهلا بكم. أعلنت واشنطن أنها لن تسمح للمشاورات اليمنية بالخروج عن المرجعيات الأساسية المتفق عليها مسبقا. جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الرب منصور هادي اتصالات من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون، الذي أكد دعم بلاده للحكومة اليمنية ولنجاح مشاورات السلام وفق الثوابت والأسس والمرجعيات التي بنيت على أساسها، وهي قرار مجلس الأمن الدولي 22/16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وفي سياق متصل، أكد السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير دودوشكين موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية. جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس عبد الرب منصور هادي في مقر إقامته بالرياض. وقال هادي إن خريطة السلام لوقف الحرب وتسليم السلاح واستئناف العملية السياسية في اليمن واضحة، وذلك من خلال الاستفتاء على مسودة الدستور وتثبيت الرقم الوطني وإجراء الانتخابات العامة لبناء اليمن الاتحادي الجديد. على صعيد متصل، أعلن الوفد الحكومي في مشاورات الكويت تمسكه بست نقاط أساسية للعودة إلى جلسات المشاورات. وقال رئيس الوفد عبد الملك المخلافي إن الوفد لن يعود للمشاورات إلا بعد تسلمه إقرارا مكتوبا بالتزام الإنقلابيين بالست نقاط متمثلة بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 22/16، كما تتضمن نقاط الالتزام بأجندة بيال السويسرية، إضافة إلى النقاط الخمسة التي وضعتها الأمم المتحدة كمحاور أساسية لمشاورات الكويت. وفي السياق ذاته، قالت مصادر سياسية إن تحركات دولية وإقليمية واسعة تجرى بهدف عودة المشاورات اليمنية والتوصل لحل سلمي. إلى ذلك التقى الوفد الحكومي في المشاورات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لبحث مستجدات المشاورات، وأكد أن بلاده ستبذل كافة جهودها من أجل إقناع الميليشيا الالتزام باستئناف المشاورات وإنجاحها. كما تلقى رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي اتصالا من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون، عبر خلاله عن دعم بلاده للشرعية وإنجاح مشاورات الكويت وفق المرجعيات. إلى ذلك أكد المبعوث الأممي إسماعيل والد الشيخ أحمد التزام جميع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بشرعية الرئيس هادي وقرار مجلس الأمن 22/16، ودعا والد الشيخ إلى ضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على الأرضية الصلبة التي تسمح بالتوصل إلى حل سلمي شامل للنزاع في اليمن. وأشار المبعوث الأممي إلى أن هنالك مطالب وتساؤلات من قبل الأطراف حول الضمانات ونحن نتعامل معها. وعلى صعيد ذاته، يجري سفراء الدول الخمس دائمة العضوية اتصالات لمنع فشل مشاورات السلام اليمنية في الكويت. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. لن ندخل أبدا في نقاش بناء على أنهم موافقين شفويا. لم يعد الكلام مجديا بعد الآن، والالتزام يعني وجود إثبات خطي أولا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع وميداني كخطوة أهم على الأرض. ما قاله رئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي
في مؤتمر صحفي عقده لتوضيح أسباب تعليق الوفد الحكومي لمشاورات ليس غريبا ولا جديدا أيضا. فعلى الأرض كما في مشاورات الكويت لم تلتزم الميليشيا بأي اتفاق، والخروقات للهدنة المتفق عليها ما تزال مستمرة. لا نقاش في موضوع الشرعية لا من قريب ولا من بعيد. النقاش يمكن أن يكون في أي شيء ضمن مساعي الاتفاق في المشاورات الجارية حاليا عبر الالتزام بمرجعيات ووثائق الحوار التي تستند للقرارات الأممية أولا وأخيرا. هذا ما يوضحه ويشدد عليه الطرف الحكومي في رسائل واضحة هذه المرة للمجتمع الدولي ثانيا وميليشيا الحوثي والمخلوع أولا. تحاول الحكومة عبر وفدها التفاوضي الدفع بعجلة المفاوضات وإخراج موقف الميليشيا المعرقل للمفاوضات للعلن حتى يمكن تجاوز ضبابية المواقف المختلفة في المفاوضات، وتوجيه رسائل تقول إن الطرف الحكومي ليس هو الطرف القصير الذي يمكن لجميع الأطراف الضغط عليه دونا عن الميليشيا. عقب إعلان الطرف الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات، قام سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن بمحاولة إعادته لطاولة المفاوضات، وأجرى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون اتصالا بالرئيس هادي أكد خلاله على دعم موقف الحكومة المطالب بالالتزام بالمرجعيات التي بنيت على أساسها مشاورات الكويت. الكثير من المؤشرات تلوح في الأفق، في مجملها تقول إن الفشل سيكون حتميا بسبب تعنت الميليشيا وعدم قدرة المبعوث الأممي ورعاة التسوية على إحداث أي اختراق في جدار التصلب والجمود الذي يغلف مسار المشاورات. يكاد ينقضي شهر كامل على المشاورات التي ما تزال عالقة في الصفحة الأولى ولم تنتقل بعد إلى صلب المشاورات. يمر الوقت بلا قيمة حول طاولة المفاوضات بينما يتحول لعذابات يومية في حياة المواطنين الذين باتوا اليوم فريسة سهلة للانهيار الاقتصادي وتبعاته التي يبدو أنها لن تترك لهم أي متنفس للعيش الكريم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي مانع المصري. مرحبا بك سيد مانع. من الكويت عفوا. تحركات دولية سيد منع وإقليمية واسعة لإعادة الوفد الحكومي إلى طاولة المفاوضات، هل ستنجح في إعادة هذه التحركات وهل هنالك ضمانات قدمت له؟ سيد منع هل تسمعني؟ أسمعك. نعم، التحركات الدبلوماسية التي تتم هي ليست لإعادة الوفد وكأنه تمرد على المشاورات، وإنما هي لاستعادة المشاورات ومحاولة إنقاذها من الفشل بسبب التصلب والتصلب والموقف الانقلابي في المشاورات. فهذه التحركات هي لا تستهدف الحكومة بشكل رئيسي، وإنما تستهدف إعادة المتحاربين على طاولة واحدة. و نعتذر على رداءة الصوت من المصدر. وجه رئيس الحكومة أحمد بن داغر برفع وتيرة العمل الإغاثي ومضاعفة الجهود لتوصيل كافة الحملات الإغاثية إلى أبناء الشعب. وقال بن داغر خلال ترأس اجتماعا للجنة العليا للإغاثة إن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة جراء تعنت الميليشيا وعبثها بالموارد الاقتصادية والاحتياطي النقدي، الأمر الذي أدى إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل كبير. وجه على الصعيد الميداني، استحدثت ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز عددا من نقاط التفتيش ونفذت حملة اختطافات في مناطق عدة منها مديرية حيفان والقروض. إلى ذلك تعرضت عدد من الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة لقصف عنيف من قبل الميليشيا في مدينة تعز وعدد من مديريات المحافظة. كما أحبط الجيش الوطني والمقاومة هجوما للميليشيا في محيط اللواء 35 مدرع وفي منطقة عقاقة قرب مبنى السجن المركزي غرب المدينة.
وفي تعز أيضا نظم جرح المقاومة العائدون من محافظة عدن وقفة احتجاجية في مدينة التربة. طلب الجرحى المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام مبنى المجلس المحلي لمديرية الشمايتين بمدينة التربة، طلب الحكومة والجهات المعنية بعلاجهم والنظر إلى معاناتهم. لم يتغير شيء سوى شعور الخذلان، فجراحهم وعكازاتهم التي رحلوا بها عادت معهم بعد رحلة علاجية دامت أكثر من 5 أشهر إلى العاصمة المؤقتة عدن. عاد جرح المقاومة الشعبية مكرهين، فما خرجوا بحثا عنه لم يجدوه. 6 أشهر في محافظة عدن ولن يفعلوا لنا أي خدمة أو يقدموا لنا أي علاج أو يدخلون أي مستشفى، ونحن نعود إلى محافظة تعز مخذولين. لقد خذلتنا الحكومة الشرعية التي خرجنا ندافع عنها. الحكومة الفاقدة فاعليتها، اقتصر عملها على لعب دور الوسيط بين الجرحى والجهات الداعمة، فالعديد من الترتيبات تجريها حسب قولها، والكثير من الوعود تطلقها، ولا شيء يلمسه الجرحى. فبحسب مؤسسة رعاية الجرحى، 91 جريحا من المقاومة بتعز أصيبوا بإعاقة بسبب غياب العناية الطبية. أوضاع مأساوية هي التي كان يعيشها الجرحى في مستشفيات عدن، ولكنها على سوءها أفضل من حالهم هنا في تعز التي ما زالت قذائف الميليشيا تضاعف من أعدادهم. وبالعودة إلى موضوع مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت، يعود إلينا من الكويت المحلل السياسي مانع المطري. مانع، كنت قد سألتك عن تحركات دولية وإقليمية واسعة لإقناع الوفد الحكومي بالعدول عن قراره بتعليق المشاورات والعودة إليها، هل سينجح وهل هنالك ضمانات قدمت إليه؟ نعم، التحركات الدبلوماسية التي تجري الآن هي ليس المستهدف لها فقط الوفد الحكومي وكأنه تمرد على الشرعية، هي تحركات دبلوماسية الهدف منها استعادة المشاورات وتلافي الأخطاء التي حدثت، وأيضا آلية التعامل مع الطرف الانقلابي في هذه المشاورات، والذي بدأ واضحا للمجتمع الدولي أنه غير أو لا يتفرد بمسؤولية تجاه هذه المشاورات، ولم يبدي أي التزام واضح تجاه المرجعيات. نعم سيد مانع، المشاورات الآن تدخل في أسبوعها 5 وما زال الأمر في دائرة مفرغة دون الخروج إلى طريق من هذه المشاورات. بالموازاة، هذه التحركات التي تتم مع الوفد الحكومي مثلها تتم مع وفد الإنقلابيين، على ماذا تعول الجهات الراعية لهذه المشاورات؟ ألا تملك هذه الجهات الراعية للمشاورات أوراق ضغط حقيقية وفعلية على وفد الانقلابيين لإجبارهم على الخروج بطريق من هذه المفاوضات؟ لا شك المجتمع الدولي بشكل بمجمله يريد تحقيق السلام في اليمن، ولكن هناك ربما العواطف تحتاج إلى مزيدا من التأني من وجهة نظرهم، ونحن ننظر أن مزيدا من التأني هو يعطي فرصة للانقلابيين مزيدا من التمرد ومزيدا من التملص ومزيدا من المعاناة لشعبنا. نحتاج موقف حازم من المجتمع الدولي. أعتقد أن الجماعة الإنقلابية لم يعد لديها القدرة على مواجهة كل هذه الضغوط الدولية، وستنصعد قريبا للضغوط المجتمع الدولي التي تمارس عليهم هنا، أدوات ضغط داخلية وخارجية تمارس عليهم، أيضا الانهيار الاقتصادي الذي يتم قد يؤكد بصورة شاملة على الانقلابيين في صنعاء وفي مختلف المحافظات. نعم، وصلت الفكرة. إذن المحلل السياسي مانع المطري كنت معنا من الكويت، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر. وإلى الجوف، حيث صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما لميليشيا الحوثي والمخلوع في مديريتي المتون والمصلوب،
وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا شنت هجوما على مواقع الجيش والمقاومة في جبل حام الأسفل بمديرية المتون، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا بينهم قياديان. وأضافت المصادر أن قيد عمليات محور الجوف في الجيش الوطني حمود جراد قتل خلال الاشتباكات. وفي المسلوب تصدت قوات الجيش والمقاومة لهجوم للميليشيا على مواقعهم. وللمزيد من التفاصيل انضم الينا من الجوف الناطق باسم المقاومه عبد الله الاشرف. مرحبا بك سيد عبد الله، هل لك ان تتكرم وان تطلعنا على تفاصيل هجمات الميليشيا على مواقع الجيش والمقاومه في مديريتي المتون والمصلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم واحيي انفسكم. بالنسبه لهذه الاثناء التي دعا اليها المجتمع الدولي وفي قرار الكويت، لم نرى مثل هدنة يعني سابقة، سواء الحوثيين والميليشيات يظهرون الالتزام بالهدن نوعا ما ويظهرون السلام فيها، لكن هذه الهدنة منذ أن بدأ الحوثي يصعد بها عسكريا ويحشد آلياته ويجمع مقاتلته منذ أن بدأت، ومنذ بدايتها وبداية شغلها إلى اليوم لم يلتزم الحوثي بدقيقة واحدة التهدئة أو الالتزام بعد وقت إطلاق النار. وبالفتح شنوا هجوما تقريبا على مواقع الجيش المقاومه في بدايه المصبوب والمسكون في جبل حام، واحد اداره معارك قويه في جبل حام اسفل. نعم نعم سيد عبد الله، هنالك انباء تتحدث عن مقتل قائد عمليات محور الجوف خلال الاشتباكات، ما صحه هذه الانباء؟ نعم، استشهد وهو يقاتل في مواقع الشرف والبطولة دفاعا عن هذه المواقع التي هاجمها الميليشيات، وبصمودهم وثباتهم أمدحوا الميليشيات، وكل هذه الهجمات تعادي هذه الميليشيات التي لا ترى صراعي هدى ولا التزامات دولية ولا تهديئات. كل هذه العمليات تكشف للجميع أن الحوثي ليس لديها النية نعم. إذن عبد الله الأشرف ناطق باسم المقاومة في الجوف، شكرا جزيلا لك. أحبطت المقاومة الشعبية في البيضاء هجوما كبيرا للميليشيا في قيفة رداع، وتمكنت من السيطرة على مواقع مهمة كانت في قبضة الحوثيين. وقالت مصادر محلية أن المقاومة صدت هجوما للميليشيا وتمكنت بعدها من السيطرة على مواقع مهمة في جبل نوفان التابع لقيفة رداع. هذا وأسفرت المواجهة عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيا، إضافة إلى مقتل اثنين من المقاومة وجرح آخرين. إلى ذلك قالت لجان الرصد الحكومية أنها وثقت أكثر من 160 خرقا للميليشيا خلال 24 ساعة الماضية في 7 محافظات. وأوضح بيان للجنة أن معظم الخروقات تركزت في محافظات تعز وحجة والبيضاء والجوف وشبع وصنعاء ومأرب. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن الأحمر في الرياض قيادة تكتل نواب الشرعية الذي يضم أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الميدانية والسياسية وما تتولاه الشرعية من مهام تهدف إلى تحقيق السلام وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وقرار مجلس الأمن 22/16 مشيدا بأدوارهم في تأييد الشرعية ومواقفهم التي أحبطت مخططات الميليشيا في الاستيلاء على السلطة. قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغرة إن حكومته تعمل جاهدة على وقف التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأضاف بن دغرة في مؤتمر صحفي أن ميليشيا الحوثي وصالح تسببت بالتدهور الاقتصادي القائم بعد أن قامت بنهب المليارات من احتياطي النقد الأجنبي، ما أدخل البلاد بأوضاع صعبة. إلى ذلك دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى إنقاذ العملية المحلية العملة المحلية، مشيرا إلى أن اقتصاد البلد دخل مرحلة الانهيار. وأضاف المركز أن الانهيار انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية، واقترح المركز تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى، بحيث توضع في البنك كودائع. وأشار إلى أن هذا يتطلب حلا سياسيا يستعيد الدولة ومؤسساتها ويضمن استقلالية البنك المركزي برعاية إقليمية ودولية. وفي السياق ذاته، واصل سعر صرف الريال تراجعه أمام العملات الأجنبية. وقالت مصادر مصرفية أن سعر صرف الدولار الواحد أمام الريال تجاوز 315، فيما واصل تراجعه أمام جميع العملات الأجنبية في السوق السوداء. قالت منظمة العفو الدولية إن ميليشيا الحوثي وحلفائهم في اليمن قاموا بتنفيذ حملة اعتقالات تعسفية بحق معارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وتعريضهم للتعذيب والإخفاء القسري. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة جيمس لينش إن الحوثيين نفذوا حملة تعسفية استهدفت معارضيهم منذ ديسمبر 2014. وأضاف المسؤول في المنظمة أن المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسرا في انتهاك صارخ للقانون الدولي. من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن 7,600,000 يمني يواجهون نقصا حادا في الغذاء، وهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وقال رئيس العمليات الإنسانية الخاص بالأمم المتحدة في اليمن جون كينغ إن هنالك تراجعا مروعا في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لملايين اليمنيين الذين هم بحاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. المجاعة أقرب لليمنيين من أي شيء آخر. على هامش الحرب الطويلة التي لا تريد لها الميليشيا نهاية، يحدث الانهيار الاقتصادي الأكبر الذي يوشك أن يقضي على ما تبقى من معالم الحياة لدى اليمنيين. مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة حذر من أن أكثر من 7,500,000 يمني يعانون من نقص حاد في الغذاء، وهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة. المسؤول الأممي أوضح أن نحو 13,000,000 يمني أيضا بحاجة لمساعدات تقدر قيمتها بنحو 1,800,000,000 دولار، ولم يتحقق منها سوى 16%، فيما ينتظر اليمنيون نهاية قريبة للحرب، ولا مؤشرات جدية على حدوث ذلك في وقت قريب. مع استمرار سلطة الميليشيا في حربها وسياساتها المدمرة في الداخل وعبثها وتعنتها في مشاورات السلام في الكويت، وفي حين يمضي البلد نحو مستقبل مجهول في ظل سلطة الميليشيا، يتجاهل العالم ما يحدث في هذا الجزء المنسي من الخارطة. رئيس العمليات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة جون كينغ أشار إلى تراجع مروع في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لملايين اليمنيين الذين هم بحاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية اللازمة. واعتبر كينغ أن مبلغ التبرعات من الدول الذي تم جمعه صادم للغاية، حاثا الحكومات على تقديم المساعدات وعدم نسيان اليمن. تترافق هذه التحذيرات الأممية والدعوة لإنهاء الحرب وتقديم المساعدة لليمنيين مع الانهيار الاقتصادي الأكبر الذي تشهده البلد،
في ظل انخفاض هو الأكبر للعملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتلاشي الأمل باقتراب الحل السياسي لأزمة تبدو بلا نهاية. قال وزير المياه والبيئة عزي هبة الله شريم أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع منظمات إقليمية ودولية للحفاظ على التراث الطبيعي في جزيرة سقطرى. وأضاف شريم في تصريح لقناة بلقيس أن هنالك استجابة إقليمية ودولية لمواجهة الآثار الناتجة عن تعرض جزيرة سقطرى والمحميات الطبيعية للفيضانات العام الماضي. أقول أن بعد الفيضانات مباشرة كان هناك تداعي واستجابة لهذه الآثار من أكثر من دولة. نحن عقدنا مؤتمرا علميا وندوه علميه في البحرين. الأميرة مي كانت هي الراعيه لهذا ومركز التراث العربي في البحرين. التقينا هناك بكثير من المنظمات المعنيه بسقطرى بالتراث الطبيعي وخاصه في سقطرى. على هذا الاساس وقعنا اتفاقيات تعني الاهتمام بسقطرى وبرنامج خاص بسقطرى. موضوع سقطرى سيناقش أيضا قريبا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله في لقاء لنا بقمة. وإلى حضرموت حيث عاودت إذاعة المكلا بثها بعد توقف استمر لأكثر من عام عقب تعرضها للنهب والحرق خلال سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة. وتأتي هذه العودة في الوقت الذي تواصل فيه السلطة المحلية جهودها لإعادة تطبيع الحياة في المدينة. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. ونحن نبدأ معكم فقرة رسائلنا اليومية لهذا اليوم لإذاعة المكلا عبر أثير إذاعتي سلامتك من المكلا. بهذه الكلمات تدشن إذاعة المكلا بث أثيرها من جديد بعد توقف قسري دام لأكثر من عام إثر تعرضها للنهب والحرق والتدمير يوم سقوط المدينة في أيدي مسلحي جماعة أنصار الشريعة. فالإذاعة العريقة والتي صدحت لأول مرة عام 1967 لم يشهد تاريخها قط أن انقطع بث أثيرها الإذاعي كل هذه الفترة رغم معاصرتها لكافة الأحداث التي عاشتها حضرموت طوال 48 عاما الماضية، وكانت بالنسبة للكثير من سكانها بمثابة المتنفس الإعلامي الوحيد الذي يلامس همومهم ويتحدث عما يجول في عقولهم. الكثير افتقد لإذاعة المكلا كونها الإذاعة المجتمعية التي تناقش هموم المواطنين، والكثير من المواطنين الحقيقة مهتمين بإذاعة المكلا وبسماعها كونها الإذاعة الوحيدة أو التي تحل مشاكل المواطنين هنا في مدينة المكلا وفي محافظة حضرموت بشكل كبير. غير أن ذلك الكيان لم يتبقى منه سوى مبنى متهالك ومدمر وبعض الذكريات التي لا تزال حاضرة بين الركام والرمد. خسارة كبيرة على أبناء المكلا ومحافظة حضرموت بشكل عام، ولهذا نتمنى أنه لازم تعود إذاعة المكلا إلى موقعها الصحيح وتبث أعلامها لتوصل إلى الجميع. واليوم وبعد تحرير المكلا واستعادة الحكومة السيطرة عليها نجح موظفو الإذاعة ومهندسوها في إعادة الروح إليها لتبدأ بث أثيرها عبر أثير إذاعة سلامتك الصحية ولو بصورة مؤقتة ولمدة 5 ساعات يوميا، هي بمثابة خطوة أولى نحو استعادة بثها الكامل ودورها التنموي والمجتمعي. أثير إذاعة المكلا نستمر على مدى حوالي يمكن 5 ساعات محدودة، من نبدأ إرسالها من الساعة 10 حتى الساعة 3 عصرا حتى يتم الترتيب الجيد لعودة إذاعة المكلا من جديد. وبقدر ما تشكل هذه العودة من نجاح إلا أن التحدي الحقيقي يقول مراقبون يكمن في مدى قدرة القائمين عليها في استعادة أرشيفها التاريخي والإنساني العريق الذي أتت عليه نيران الجهل والتعصب. مع عودة بث إذاعة المكلا من جديد يأمل محبوها ومتابعوها أن تكون هذه العودة لا توقف بعدها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس إذاعة المكلا. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين.
تحركات إقليمية ودولية واسعة لمنع فشل مشاورات سلام اليمنية في الكويت. الحكومة توجه بمضاعفة الجهود الإغاثية والعمل على وقف التدهور الاقتصادي في البلاد. قوات الجيش والمقاومة تصد هجمات للميليشيا في الجوف وسقوط قتلى وجرحى. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم على خير.